طب اقول مبروك لمين؟ للعريس ولا العروسه؟ ولا ليا انا؟ اصل انت ما تفهميش حاجه ولا تعرفي. ده حبيبي واللي فرحي فرحني. صح يا سوما؟ بتقول لها؟ قال لي اصل سوما ما بيخبيش عني اي حاجه. ميرسي قوي يا غدا انك جيتي. البوفيه هيفتح كمان شويه. اتفضلي عمر تعالي معايا. غدا استنى هقول حاجه لاختك بس ما تخافش. بقول لك ايه، وانت عملتي ايه في نفسك؟ اصلك وحشتي قوي، انت كنتي زي القمر. ايه اللي جرى؟ اصل انا لقيت نفسي حلوه قوي قوي في عيون سوما، فخفت من العين والحسن، قلت اوحش نفسي شويه. طب هو ذنبه ايه؟ شوف الوحشه دي ليه كده بس؟ اصله شبه يا حبيبتي من حلاوتك. قال لي جرب حاجه مختلفه، حاجه حرشه. مش هيطي، هيرجع. انا عارفه اكتر. وماله، انت موجوده استبنى. ما هو اللي اعرفه ان السيجاره لما بتتشرب بيتداس عليها بالجزمه القديمه. عمر كفايه كده. غدا من فضلك روح. طب هدخل الحمام وامشي على طول. عاجبك كده؟ ايه مزنوقه يعني؟ ادخل الحمام ولا اعملها هنا؟ مش طلعت برضو؟ طب تعالي حبيبتي انا همتك. تعالي. توديني فين؟ انا حافظه المكان ده سنتي سنتي وشبر شبر. تحب اوديك انا؟ خلي بالك منها. بقول لك ايه؟ اي هو ده اكلنا ولا اكل مين؟ ده اكل العريس والعروسه. اه يعني احنا بره وهم هنا. مظبوط. هو انت اسمك ايه؟ مي. تعالي يا مي. افندم مستر حسام ما بيشربش عصير برتقال. مش انت عندك صودا؟ اه موجود صودا جوه. حالي صودا. حاضر حاضر. يعني ايه مات؟ ردي عليا، ردي عليا. اخويا مات ازاي؟ مات ازاي؟ ردي ردي عليا. يعني ايه مات؟ يعني ايه مات؟ انت ساكت ليه؟ ساكت ليه يا حسام؟ قولي انها كذابة. ساكت ليه؟ رد عليا. ما بتتكلمش ليه؟ عمر ما ماتش. بتقولي مات؟ مات يعني خبطته عربيه ولا حد قتله؟ ده لسه ما وصلنا. مش مصدقه يا حسام، مش مصدقه اللي بيتقال. لا اخويا ما ماتش. قوم نروح، قوم نروح لهم. يلا قوم قوم نشوفها. بتحرك. اخويا مات؟ يعني ايه مات؟